يعني الآية الكريمة أيها الإخوة: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ تدخل جامعة والأقساط بمئات الألوف، قاعات المحاضرات والمكتبات والمهاجع والمطاعم، وما في امتحان آخر السنة؟ كل هذا العطاء بلا امتحان؟ يكفي أن تقول يرجى منح الدكتوراه تمنح؟ في بالأرض جامعة تفعل هذا؟ لذلك أن يخلق الإنسان عبثا هذا من سابع المستحيلات، وأن يخلق سدى هذا من سابع المستحيلات. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، لكن هذه الخسارة متى تكتشف؟ يعني في محل تجاري له مستودع كبير، ولهذا المستودع بابان، والبضاعة إلى السقف، فالذي سرق من باب خلفي لا يستخدم إلا قليلا، سرق بضاعة بالملايين، كشف الأمر بعد حين. العبرة عند المفاجأة، عندما يوقن الإنسان أنه كان مخطئاً، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، الآن وقد عصيت من قبل. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، الآن وقد عصيت من قبل. إذاً الخسارة الحقيقية الخسارة التي لا يمكن أن تتلافاها. هناك خسارات في الدنيا تعوض، لكن الخسارة التي لا تعوض أن تخسر الآخرة، أن تخسر لقاء الله عز وجل. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وأن الكرام دائما وأبدا العاقل هو الذي لا يفاجأ، والأقل عقلاً هو الذي يفاجأ، والأقل عقلاً هو الذي يصعق عندما يأتيه خبر غير متوقع. فهذا الإنسان المؤمن آمن بساعة اللقاء، فكل حياته متكيفة مع ساعة اللقاء، كالطالب تماماً، لحظة الامتحان لم تغادر ذهنه إطلاقاً. فإذا جاءه صديق أمام خيارين: إما أن يستقبله وأن يرحب به وأن يمضي معه ساعات وساعات، والصديق غير مكلف امتحان يعتذر منه، كلما رأى أنه سيضيع وقتاً يعتذر، لأن ساعة الامتحان لم تغادر ذهنه إطلاقاً. أحد الطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية أجرى معه بعض الصحفيين حواراً، سأله: إلام تعزو نيلك الدرجة الأولى في الشهادة الثانوية؟ فله إجابة رائعة، قال: لأن لحظة الامتحان لم تكن تغادر ذهني ولا ثانية في العام كله. والمؤمن كذلك، سوف ألقى الله، هل في هذا العمل ما يغضب الله؟ هل في هذا الأخذ ما يغضب الله؟ هل في هذا العطاء ما يغضب الله؟ هل في هذه الصلة ما تغضب الله؟ هل في هذه القطيعة؟ هل في هذه المودة؟ لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، فمودته محسوبة، وابتسامته محسوبة، وصلته محسوبة، وقطيعته محسوبة، وبره محسوب، ومنعه محسوب. كل هذه التفاصيل تنطلق من أنه سوف يلقى الله وسوف يسأله عن هذا العمل. أيها الإخوة، أسأل كثيراً أسئلة متعلقة بالحياة اليومية والتجارة والبيع والشراء، والموظفون يسألونني حول تطبيق النظام، وقد يكون هناك من يتأذى بسجن أو بضبط كبير، أو فبماذا أجيبهم؟ أقول له:
هيئ جواباً لله عز وجل ولا تعبأ بأحد. فبطولتك لا أن تهيئ جواباً لمن كان أعلى منك من بني جلدتك، ينبغي أن تهيئ جواباً لله عز وجل، والله يعلم كل شيء. إذاً العاقل لا يفاجأ بشيء، العاقل لا يفاجأ لأنه بدأ من النهاية. وفي البرمجة العصبية اللغوية قاعدة رائعة، ابدأ من النهاية، النهاية الموت، ابدأ من الموت. فأي عمل حينما تلقى الله لا تستحي به فافعله، وأي عمل حينما تلقى الله تستحي به لا تفعله. فلذلك ورد في بعض الأحاديث: إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء، إن لم تستحي من الله. نعم، ابدأ من النهاية، النهاية هو الموت، والموت تراه كل يوم. الأغنياء يموتون، والأقوياء يموتون، والفقراء يموتون، والضعفاء يموتون، والأصحاء يموتون، والمرضى يموتون. ابدأ من النهاية، البدء من النهاية يجعلك تنضبط وفق منهج الله. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام دعانا كثيراً إلى تذكر الموت. فرعون آمن، لكن بعد فوات الأوان. ويجب أن تعلموا علم اليقين أننا جميعاً، وأن كل البشر، وأن كل الكفار، وأن كل الملحدين، وأن كل الوثنيين، وأن كل إنسان على وجه الأرض حينما يأتيه الموت يؤمن بكل ما جاء به الأنبياء. فالقضية قضية وقت، إما أن تؤمن اليوم أو أن يؤمن الإنسان عند فراق الدنيا. يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. لذلك قال تعالى: ولتسألن يومئذ عن النعيم. أنت في نعمة الأمن، ماذا فعلت في هذه النعمة؟ أنت في نعمة الكفاية، أنت في نعمة الصحة، أنت في نعمة الفراغ. اغتنم خمساً قبل خمس، اغتنم صحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. اغتنم خمساً قبل خمس، اغتنم فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك، غناك قبل فقرك، صحتك قبل سقمك. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. يعني الآية الكريمة أيها الإخوة: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. تدخل جامعة والأقساط بمئات الألوف، قاعات المحاضرات والمكتبات والمهاجع والمطاعم، وما في امتحان آخر السنة. كل هذا العطاء بلا امتحان. يكفي أن تقول يرجى منح الدكتوراه تمنح، في بالأرض جامعة تفعل هذا؟ لذلك أن يخلق الإنسان عبثا هذا من سابع المستحيلات، وأن يخلق سدى هذا من سابع المستحيلات. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. عند بعض العلماء أيها الإخوة أنه ما من قطرة دم تراق إلا ويحملها إنسان، إلا دم الذي يموت بحد شرعي يتحمله الله جل جلاله. أما أن تقتل مئة شخص بقصف بعدين تقول كان في خطأ بالمعلومات، هؤلاء الذين ماتوا سوف يتحمل الذين أخطأوا في تصويب الأهداف دماءهم كلها. يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. يعني أيام الإنسان يرتكب خطأ مالي وفي عليه حجز وعليه محاكمات وعليه سجن، يقول لك لا أنام الليل. فكيف إذا كان الخطأ مع خالق الأكوان وتعلقت بهذا الخطأ حقوق؟
كيف إذا كنت ظالماً بنيت مجدك على أنقاض الناس؟ كيف إذا بنيت غناك على فقرهم؟ ألا ساء ما يزرون. أيام الإنسان يتكلم كلمة، يعني في بلد في شدة يتكلم كلمة ويندم عليها أشد الندم، ولا يعلم ما إذا كان سيحاسب عليها أو لا يحاسب، لا ينام الليل، هي كلمة. أما أن يحمل أوزار، يعني أحياناً هناك فقر، هناك قهر، هناك أمراض نفسية، هناك تحول نساء للدعارة، هناك انهيار بيوت، هناك شقاق زوجي، هناك عقوق والدين، كله بسبب الفقر أحياناً. فهذا الذي يبني ثروته على أنقاض الناس يستمتع بالمال الوفير، ليشقى الناس بالحرمان الشديد، هذا ينجو من عذاب الله؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام حينما سأله أحد الأعراب: عظني ولا تفل يا رسول الله؟ تلا عليه قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة كله محسوب. أيها الإخوة، ألا ساء ما يزرون، أي أن هذا الحمل الثقيل الذي حملوه بأخطائهم وذنوبهم ومعاصيهم سوف يسوءهم. بالمناسبة، المخالفات التي هي حق لله عز وجل يسهل مغفرته، أما المخالفات التي هي من حقوق العباد يصعب أن تغفر إلا أن تؤدى، أو أن الذي ظلمته يسامحك. حقوق العباد مبنية على المشاححة، ولا تسقط إلا بالأداء أو المسامحة، بينما حقوق الله مبنية على المغفرة، فذنب يغفر ما كان بينك وبين الله، وذنب لا يغفر وهو الشرك بالله، وذنب لا يترك يغفر إذا أديته أو سامحك الذي له حق عليك. أيها الإخوة، يقول الله عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وما الحياة الدنيا إلا، هذا أسلوب في القصر والحصر، يعني الحياة الدنيا لهو ولعب فقط، الحياة الدنيا لعب ولهو فقط ولا شيء غير ذلك. ما هو اللعب؟ يذهب الإنسان إلى الثلج، يضع على مركبته على شكل دمية من الثلج، وهو يضع الثلج على شكل دمية، ألا يعلم علم اليقين أن هذه سوف تنقض بعد حين؟ هذا هو اللعب، يعني عمل عابث، عمل سوف ينقض، بناء سوف ينقض. أحيانا يصنعون على شاطئ البحار من الرمل أشخاصا، أحيانا كل عمل في الدنيا بلا هدف متعلق بالآخرة لا قيمة له إطلاقا، وهذا اللعب، يعني عمل عابث. أيها الإخوة، بادئ ذي بدء يجب أن نعرف اللعب. نحن أحيانا نبني جامعة، هذه الجامعة بنيت لتبقى، وفي أهداف نبيلة وراء بناء، أن نخرج قادة للأمة، علماء، أطباء، أدباء، مربون. فأحيانا نبني بناء ليبقى، وأحيانا يقام سيرك مثلا، هذا البناء مؤقت خيمة، بعد حين يتحول لمكان آخر. فأن تبني ثم أن تهدم هذا لعب. أوضح مثل دمية الثلج أو دمية الرمل، بنيت لتنقض، لعب، يعني عمل غير هادف. أدق كلام، عمل بلا هدف، يعني عبث. الآن طفل صغير
يشتري سيارة صغيرة يحركها على قطع الأساس، يرافقها صوت، وإذا في صعود يرفع مستوى الصوت، وهو منغمس في لذة ما بعدها لذة، لكن أباه يرى أنه يلعب، وهذا نوع من اللعب. أما حينما يكبر ويصبح شخص مهم وتقدم له صور متحركة كيف كان يحرص على هذه اللعبة، وكيف كان يقاتل أخاه من أجلها، وكيف كان يبكي والدموع تنهمر إذا أخذت منه، وهو في مركز كبير يضحك ويقول هذا لعب. تعريف اللعب أنه عمل بلا هدف، تعريف اللعب أنه ينتهي بنقيضه، تعريف اللعب أنك تراه صغيراً حينما تتجاوزه، تراه صغيراً. الآن لو وسعت الموضوع، الدنيا كلها لعب، بالنهاية في موت، فالقوي بيموت والضعيف بيموت، نحمل شهادات، نطبع بطاقات، نعرف بأنفسنا، نبني بيت فخم، جاءنا زائر نريه أبهاء البيت، غرف البيت، مرافق البيت، ألفت كتاب تطلع الناس عليه، يعني في حركة، لكن كلها تنتهي عند الموت. لو ابتعدنا عن الآخرة، تصور دنيا بلا آخرة، لعب بلعب. ميزات، يعني كل ما اطلع على آلة لك هذه فيها ذاكرة، هذه تقف حينما لا تستعملها آلياً، فكل إنسان في عنده آلة آلتين ثلاثة يتحدث عن الخصائص حديث ممتع، لكن بالنهاية هذا الذي اشتراه ينساه ثم يمله. المعنى الصغير في اللعب عمل الأطفال أو عمل الكبار عند العبث واللهو، أما اللعب بالمفهوم الحقيقي الدنيا كلها لعب، حينما تحذف الآخرة وتحذف الإيمان بالله وتحذف الحياة الأبدية وتلغي الجنة والنار، الحياة الدنيا من دون فكر إيماني من دون هدف كبير لعب ولعب. يعني وصلنا إلى القمر خير إن شاء الله، وكلفت الرحلة 25 مليار دولار، واضطربت ميزانيات معظم الدول، وتعوم الدولار لأنه قدر إنسان أن يضع قدمه على سطح القمر، وضع العلم الفلاني، ركز هذا العلم على تراب القمر. هؤلاء المعذبون في الأرض ماذا استفادوا؟ هؤلاء الفقراء، هؤلاء المرضى، هؤلاء الشعوب الجائعة ماذا استفادت من أن يطأ الإنسان القمر برجله؟ نوع من اللعب أيضاً، لعب مكلف أرقام فلكية. أيام بدك رحلة إلى القمر، الآن يفكر برحلات سياحية للقمر، مبالغ فلكية، لعب. وإذا ذهبت إلى هناك القمر لا يصلح للحياة، بدلة الرائد كلفت 17 مليون، إنه ما في هواء بالقمر، وإذا ما في هواء ما في أمواج صوتية، تحتاج إلى أجهزة بس وأجهزة استماع وبدلات، لكن لعب بلعب. أنا لا أقلل من قيمة الكشف العلمي إطلاقا، أما بالنهاية أنا حينما أعيش بلا هدف عملي لعب بلعب. في بعض الأبنية في أوروبا في تماثيل، في لوحات زيتية تفوق حد الخيال، وبالنهاية سوف نموت، لكن النظرة الإيمانية أنك مخلوق لجنة عرضها السماوات والأرض. إذا أعمالك في الدنيا هادفة، تدرس كي تدل الناس على الله عز وجل، تتعلم الطب كي تقوم بأعمال أساسها الإحسان والخير وخدمة الناس كي يرضى الله عنك. صدقوا أيها الإخوة، بدأت أنا أن لعب الأطفال يسمى لعب، نعمل بلا هدف، وعمل ينتهي بنقيضه، وعمل تستصغره حينما تكبر، لكن لو وسعت هذه الدائرة لرأيت كل عمل الدنيا، أهل الدنيا لعب بلعب.
يعني حركة كبيرة جدا ومظاهر، لكن لا تنتهي بإسعاد الإنسان. يعني أنت أحيانا ممكن أن تطوف حول الأرض بساعة واحدة، هيك في أفكار بطائرة أسرع من الصوت، بيقول لك أنه من بيتك للمطار ساعة، وحول الأرض ساعة، ومن مطار لبيتك ساعة، قطعت المسافات بزمن قياسي. ما النتيجة؟ ما الذي حصل؟ في تقدم تقني كبير جدا، في اتصالات، في فضائيات، في إنترنت، في كمبيوتر، في حواسيب، في آلات تصوير رقمية، في أجهزة تفوق حتى الخيال. أنا كنت ببلد الثلاجة كل مكان فيها في حساس إلكتروني، فأنا حجيب مثل واحد، طبعاً مكان للفواكه، مكان للأجبان، مكان للحوم، مكان للعصير، مكان للبيض. هنأخذ مثل البيض، هي الثلاجة فيها تلفزيون وفيها إنترنت، ممكن السيدة تتابع برنامج تلفزيوني أثناء الطبخ. فلو أنه حساسات مكان البيض أشارت إلى أنه استهلك ثلثا الكم، الثلاجة بتخبر السوبر ماركت وبتدفع ثمن البضاعة من بطاقة صاحب البيت، ويطرق الباب وتأتي البضاعة وأنت لا تشعر. في خدمات لهالمستوى صارت. وبعدين إذا أنت اشتريت شو صار؟ يعني اشتريت لعب وثمن الثلاجة ثمن فلكي كبير جدا، إنه ممكن كل النواقص بالثلاجة، اتصال بيتم عن طريق الإنترنت عن طريق الثلاجة نفسها، ويعطى رقم بطاقة صاحب البيت وتأتي البضاعة إلى البيت بحسب النقص الذي شعرت به الحساسات الإلكترونية. أليس هذا لعبا؟ ممكن تجلس هيك على كرسي يعمل لك مساج آلية وخير إن شاء الله. يعني في نوع من لازم تتحمم بحمام يعطيك ماء بقوة شديدة، هذا مساج كمان. بالنهاية لعب بلعب الحياة، في أشياء فيها مبالغات تفوق حد الخيال. يعني لما الله قال وما الحياة الدنيا إلا لعب، مرة ثانية عمل غير هادف، يعني عابس، عمل ينتهي بنقيضه. لازم هالناقة هي من أجل السباق، الجمال التي تعد السباق في دول الخليج لا تأكل إلا الفستق الحلبي والعسل والكاجو، وجبة الجمل الواحدة بالطعم أهل قرية. فلان سبق، شو صار يعني؟ تلاقي شيء عجيب، الدنيا كلها هكذا. الكرة القدم لعب، ليس كذلك؟ سباق الخيول، سباق السيارات، أيام سباق في أزل السيارة، أيام صعود الجبال. وما الحياة الدنيا إلا لعب. بقى اللهو، هون بقى السؤال، اللهو أخطر من اللعب. اللعب عمل عابس، أما اللهو عمل عابس يضاف إليه أنه يصرفك عن واجب أساسي. يعني طالب بالصيف تعلم شيء عابس، لعب الشطرنج فرضا، روحت 8 ساعات، لكن لعب الشطرنج بالشتاء وعنده فحص بكالوريا، هذا لعب مضاف إليه اللهو. يعني اشتغل بالخسيس عن النفيس. فإله عظيم خالق الأكوان يصف لك الدنيا وصفاً جامعاً مانعاً بليغاً قاطعاً، قال لك وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، لعب ولهو، عمل غير هادف ينتهي بنقيضه، تحتقره بعد حين. إما أن يكون عمل الصغار هكذا، والأصح من ذلك أن عمل الكبار هكذا أيضاً. وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. أما الدنيا مع الإيمان ليست لعبا، تطلب العلم، تعمل الصالحات كي يرضى الله عنك. الحقيقة أن الدنيا مع الإيمان رائعة،
وقتك سمين، لا تنفقه إلا في طاعة، في طلب علم، في أمر بالمعروف، في نهي عن المنكر، في خدمة، في تخفيف الأعباء عن الناس، في حل مشكلات. فكل هذه الأعمال من أجل أن يرضى الله عنك، والسعادة من عند الله تأتي. فإذا العمل العابس هو الدنيا من دون إيمان. هلأ مثلا طالب طب ببلد عربي بده 4 عينات، بده عربية وعيادة وعروس وعيان، مريض يعني، بده مريض يعطيه أجرته، وعروس وعربية وعيادة. طيب صار طبيب لامع وأمن بيت ومركبة وعروس، وبعدين ثم ماذا؟ ما في غير الموت بعدين. لو كنت أغنى أغنياء الأرض ثم ماذا؟ الموت. لو كنت أقوى إنسان ثم ماذا؟ الموت. يعني طائرة كبيرة جدا، غرفة نوم وغرفة جلوس، ويخت في البحر لقضاء إجازة بكاملة، وأرقام تفوق حد الخيال، وبيت يفوق في مساحته حد الخيال، والإنسان بثانية صار خبرا بعد أن كان شخصا مهما جدا. هذه الحياة لعب ولهو، فاللعب عمل عابس بلا هدف ينتهي بنقيضه تستصغره بعد حين. أما اللهو هو عمل عابس بلا هدف ينتهي بنقيضه تستصغره بعد حين، ولكنه يشغلك عن عمل جليل. فالذي يلهو بالخسيس عن النفيس يعد من أكبر الخاسرين. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. طبعا أنا حينما أذكر هذه الأمثلة لا أقصد إنسان إطلاقا، قد يكون الإنسان الذي يفهم محسن وله أعمال طيبة، أنا أقصد أن الحياة تنتهي بالموت، والموت مصير كل إنسان من دون استثناء. وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. نحن خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، فإذا جئت للدنيا وكان في ذاكرتك هذه الجنة فكل أعمالك ليست لعبا ولا لهوا، أعمال هادفة جادة. إذا ما الذي يلغي أن تكون الدنيا لعبا ولهوا؟ أن تؤمن بالله. فإذا آمنت بالله عز وجل أصبحت الدنيا ثمينة جدا، لأنها مزرعة الآخرة، ولأن كل أعمالك فيها أعمال صالحة تستحق من الله الثواب والجزاء. وللدار الآخرة الأبدية، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. معنى ذلك العقل يأمرك أن تسعى للآخرة. وما من ركنين من أركان الإيمان قرنا معا كالإيمان بالله واليوم الآخر. فلذلك إيمانك باليوم الآخر وانسجامك مع اليوم الآخر يقلب الدنيا من لعب ولهو إلى عمل جاد مثمر ونافع. هذا هو الفرق. الغرب يتمتع بحياة بشكل مخيف، ومع ذلك يأتي الموت فينهي كل شيء. نتابع الآيات إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.